الفترة الأخيرة كابتن حازم اسمك دايما يرتبط بأي موضوع أو أي توبيك له علاقة بمشكلة أو حاجة في اتحاد الكرة أو المنتخب على السوشيال ميديا تحديدا ومن بعض الناس. عايز تمام. تقول لي، عايز تقول لهم إيه؟ يعني أنا ممكن أقول أنا، بس عايزك أنت برضه لا تديهم والله فرصة. ما اقولش حاجه، والله بقول لهم يا عم كتر خيركم. وانا يعني لو انا بص، الدنيا او الزمن هيبين دايما الصح والغلط، مفيش حاجه بتفضل على طول، بيبقى في ناس بتطلع بحاجات ممكن تبقى ارائها، ممكن تبقى تعصب، لكن مع الوقت بيبان مين الصح ومين الغلط، مين اللي عمل ايه فعلا او مين ما عملش ايه. لكن هو النقيض، لا اما انا ما بعملش حاجه خالص وما بيعملش حاجه وملوش لازمه، لا اما بعمل كل حاجه وهو ده اللي بيديه كل حاجه. ليه بقى الكلام ده؟ انا ما اعرفش. يعني اللي عايز يطلعني بالشكل ده يبقى ليه اسبابه، واللي عايز يطلعني بالشكل ده يبقى ليه اسبابه. لكن انا في الحالتين انا حازم البني ادم طبيعي، انا بعرفك من 5 6 سنين، انا لا يعني لا بتغير هنا ولا بتغير هنا، هو انا زي البني ادم نفس الكلام. بتعامل زي ما قلت في حاجات في كل الشغل يعني، وبمنطق اللي انا شايفه كراجل عندي خبرات، ان كان عندي خبرات يعني. فممكن بس لازم اعرف ان طول ما انت بتشتغل في حته عليها لغط او عليها كلام لازم الناس هتنتقدك، ده طبيعي. وانا يعني ذات انا ما دام انت بقيت مسؤول على حاجه عامه، الناس وخصوصا كره القدم شايف الكوره عامله ازاي، يوم انت فوق ويوم تحت، فالناس بتتكلم كتير. بس انا اتمنى بس الناس وهي بتكتب الحاجه تفكر فيها، ما تنقلش وخلاص، تفكر الكلام ده هو حصل، طب حصل ازاي، طب بيعمل يعني، بس تفكر شويه. لو فكرنا شويه هنلاقي الموضوع ما فيش موضوع من الكلام ده كله. لكن لازم، دي ضريبه ان انت بتشتغل في شغلانه عامه، صح، لازم الناس يعني لازم تتقبل كل الناس. بس يعني التجاوزات وال مرفوضه طبعا، دي اللي بتضايق، دي اللي بتضايق منها، اللي هو كلام يعني مرسل كده وحاجات اهانات شويه فيها حاجات مش لذيذه يعني، ده بتضايق. لكن ممكن يقول لك انت ما عندكش فكره، انت مش فاهم، ماشي، كل الناس معارضه لهذا الكلام. لكن ساعات التجاوز بيبقى الناس بتاخدها يعني في حدود ان هو الحريه المطلقه، وده يمكن بس اللي بيضايقنا شويه. لكن الحمد لله لكل شيء يعني، الواحد مبسوط الحمد لله، وبيتقي الله في شغله وبيحاول يعمل الصح. اكيد مش انا مش الصح عندي بس يعني، ممكن اعمل صح وممكن اعمل غلط، لكن بنحاول نعمل الصح ان شاء الله يعني.